الكريملين لجأ لاعتماد مبدأ ملء الفراغ باعتبار أن الميزان القوى على الأرض في سوريا قد اختل بالفعل لصالح التنظيم داعش. لجأت موسكو إلى تكثيف الحشود العسكرية الروسية وإرسال إمدادات لكي تتواجد عسكريا على الأراضي السورية استنادا لقناعتها بأن الولايات المتحدة تخلت عن هذه المهمة على مستوى التواجد في سوريا، وأيضا استندت لمبدأ آخر أن واشنطن عمليا لا تريد إسقاط الأسد اليوم باعتبار أن هذا يعني استيلاء داعش على السلطة، وأن أوباما ليس مستعدا لاتخاذ إجراءات حاسمة في سوريا اليوم. ولذلك اعتبرت هذه الأوساط المقربة من الكريملين أن